هي عسكرة. والله فدنا بتعبانة تعبانة كلش كلش تعبانة. هو كنت زام بس تعبانة لأن عمو على رزقنا فدوم. فدوم القطع من وراء الحظر والشوارع قطعها. كلها مقطوعة. وحركة الناس طبيعية؟ طبيعية هي. يعني الناس ما متزمين. ليش ما متزمين؟ من وراء العيشة. هسه أنت طالع اليوم شو لا كمامة لا تفوت. والله راح تجيب الدواجة. اي والله. الكمامات غالية ولا زينة رخيصة؟ والله يقولون غالية يقولون 6000 مدري ايش. يعني لا لا. وهذا كله قاعد بمجار. والله هذاك حبيبي. عليكم السلام. شو اللي خلى الاسعار اللي بالسوق مال الكمامات والقفازات ترتفع يعني في هاي الصوره السريعه؟ واحنا كمستلزمات يعني مو احنا اللي رافعين السعر، رافعين السعر المذاخر اللي ببغداد واللي يجيبون من عندها يعني يستورد من عندها الكمامات. وهذا الشيء بسبب انه مدى يستوردوها هم، انه مدى يعني شو اسمه يصنعون او اكو مصانع تصنع كمامات. وحتى اذا هاي الخياط ما اعرف شنو اللي بدنا نسويها هم، يعني الخياط اللي من عندنا فلوس، مثلا المواد اللي نجيبها فلوس. فيعني هم احنا على باب الله وجبنا باكيت الكمامات ب20، ايش قد نربح بيه؟ 500 اذا بعناها بنفس الاسعار القديمه. فهم يعني المذاخر اللي ببغداد واللي بغير مكان وبغير محافظات هم اللي رافعين الاسعار، يعني التجار. كمان بربع نفس الشيء. والله حاليا حظر شامل بسبب جائحة كورونا، فالصبح ماكو شغل يعني قليل، حركة الناس قليلة، بس مرات العصر هنا شارع وأطباء تعرف. يعني العصر أكثر. العصر يصير أكثر. يعني كثرة يعني الازدحام يعني قصدك لو. مو مثل قبل، لا مو مثل قبل الحظر، قبل الحظر الشامل، من كان ماكو حظر يعني الحركة طبيعية، ازدحامات بالشارع يعني تعرف هاي شارع اطباء وصيدليات فحركه طبيعيه. وبس هسه من صارت هاي الحالات بالصويره العالم قلت، قامت ما تطلع، صارت ملتزمه بالبيت. زين بما انه انت هنا قريب من الصيدليات والمداخر الطبيه، الاسعار الكمامات والقفازات شو الاسعار مالته هنا اللي قريبين عليك كان؟ والله الصراحة ما أهل الصيدليات يعني كل واحد يبيع شيء يجرب، هذا واقعنا حسب غالية. قد سعر اشتريت انت هاليوم؟ أنا لا ما مشتري يعني صار فترة، قبل فترة ما أخذ، هي كانت ب5000 الباكيت مال الكمامات، يعني صعد سعره، صيدلية تبيعه ب7، صيدلية تبيعه ب10. يعني بالمفرد ليش يبيعه؟ بالمفرد ما أخذ، ليش أقول لك يعني؟ بس باكيت كباكيت سابقا سعر، بس من صارت
موضوع كورونا وصار اقبال على الكمامات والكفوف الواقية فزادت الاسعار عليها. شكرا حبيبي. زين اسعاره كل زين، ماكو اي صعود، ماكو، لا لا ماكو، الاسعار مستقره ورخيصه زين، زرع موجود، متوفر زرع 24 ساعه. عيني بكرار. نعم بلاش، وانا سائل المواطنين وما مقصرين والله، وهي ازمه وتمر ونا... لا 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 ما اصبر، لا مسيطرين بلاش والله، كلها رخيص. نعم فضيله والله، رحم الله الدين. اشتريت كمامة ومشغول اسعار، يعني شو اقول لك، رخيصة زينة، يعني سعر ربع كفوف وربع كمامة. لا هاي زينة، يعني 500 دينار زينة هاي، يعني باليوم 2000، يعني هيك 1500 تقريبا. لا انا اشتري لهم، لا ايش اسوي وقتها اشتري لهم، يعني يوميا عادي ماكو اي اشكال، يوميا انا عادي اشتري لهم عادي كلش ماكو اي اشكال. يعني زينه اوضاع الحركه، زينه يعني عندنا بالصويره زينه الحركه، العالم ملتزمه، وهاي لا ملتزمه زينه العالم، هاي خفيف يعني عالم اكو بيها تطلع تسوق تطلع، هاي يعني عايزه اغراض للبيت، وهاي ماكو طلعه، يعني ماكو حركه صار لها يعني تقريبا 4 أيام أو 5 ماكو حركه عندنا. احنا حي العسكري. حبيبي حبيبي حبيبي.